اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاه والسلام على اشرف الخلائق اجمعين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمشاهدات الكرام الانسان عاده وغالبا ما يبحث عن الأمور التي تجعل تعامله مع الآخرين تعامل أمثل تعامل أفضل دائما كل واحد منا يحاول أن يكون تعامله هو التعامل الأفضل ولأجل ذلك البعض مستعد أن يبذل المال أن يبذل الجهد أن يبذل الوقت حتى يتعلم الأشياء اللي تخلي تفاعله وتعامله وتعاطيه مع الآخرين هو أفضل تعاطي لكن الأمر اللي فعلا لازم ننتبه حقه أن هنالك بعض الأمور اللي ما تحتاج أن الإنسان يدفع فيها المال ولا أن يبذل فيها الجهد للذهاب مثلا للدورات أو قراءة الكتب اللي تتكلم عن كيفية التعامل مع الآخرين وكيف تكون شخصيتك شخصية محبوبة وكيف يكون تعاملك مع الناس أفضل تعامل هذا كله ما نحتاجه في بعض الأحيان نحتاج إلى بعض الأمور قد تكون هذه الامور امور صغيره ولكن هذه الامور امور جوهريه ومهمه ولها مدخليه كبير كبيره جدا في ان يكون تعامل الانسان وتعاطي الانسان افضل تعامل مع الاخرين. الانسان هو بنفسه يحقق هذه الامور فاذا حقق هذه الامور حينئذ تعامله وتعاطيه مع الاخرين راح يكون افضل تعاطي. من هذه الامور هي تحصيل الثقافة وأن يكون لدى الإنسان ثقافة مثلى للتعامل والتعاطي مع الآخرين هذا يستدعي أن نوقف عند مفردة وكلمة الثقافة شنو المقصود من الثقافة؟ من الإنسان المثقف؟ هل المثقف هو الدكتور؟ هل المثقف هو الطبيب؟ هل المثقف هو المهندس؟ هل المثقف هو اللي راح حق المراكز والجامعات العليا والمنتديات العلمية العليا وحصل على أعلى الشهادات هل هو هذا الإنسان المثقف في الواقع لا يشترط ذلك لا يشترط ذلك طبعا احنا ما قاعدين نتكلم عن الثقافة النظرية، انا ما قاعد اتكلم عن الانسان يروح يقرا له كتب ويكون عنده ثقافة بمعنى اللي الناس تفهمه، انسان مثقف يعني عنده معلومات وايد، لا لا مو هذا المقصود. مو هذا مقصودي من الثقافة، المقصود من الثقافة اللي ابي اتكلم عنه في هذه الحلقة هو امر اخر يشمل هذا الامر. الثقافة اللي قاعدين نتكلم عنها ايها الاحبة، ايها المؤمنين والمؤمنات هي عبارة عن العمل والتحرك والفعل اللي يصدر من الانسان والناشئ من الحصيلة العقائدية والاخلاقية والثقافية الفكرية الموجودة عنده. يعني هذا الانسان لما راح وقرا في العقيده في الثقافه في الاخلاق في الامور الاخرى هذا الانسان صار عنده حصيله فكريه ان صح التعبير هذه الحصيله الفكريه اذا انطلق الانسان منها وتطابق عمله في الخارج مع هذه الحصيله اللي موجوده عنده حينئذ نسمي هذا اللي قاعد يطلع منه في الخارج ثقافه ليش ثقافه لأنه متطابق مع ما لديه من فكر هو عنده فكر عنده حصيلة فكرية عقائدية ثقافية أخلاقية هذه الحصيلة انعكس منها شنو؟ وصدر من الإنسان في الخارج العمل إذا تطابق معها حينئذ قاعد نشوف بأن هذه الثقافة راح تكون ثقافة مثلى وثقافة أفضل للتعامل والتعاطي مع الآخرين إذا نبي نين حين نين نتكلم على مستوى المقارنات نبي نعقد المقارنات غالبا عادة ما يتم المقارنة بين الإنسان المسلم والإنسان الغربي مثلا الأوروبي الأمريكي البعض لديه هذه النظرة بأن الغرب ثقافتهم أفضل من ثقافتنا إن هم أفضل منا في قضية التعامل التعاطي مع الآخرين بينما نحن المسلمين نحن المسلمون نشوف أن إحنا متخلفين في هذا المجال هل هذا فعلا واقع أو أن هذا الأمر ليس واقع في الواقع احنا ما نبي نعطي جواب جزافي ما نبي نقول ان هذا افضل او ذاك افضل لا لما نين نقول ان هذا افضل ليش هذا افضل ولما نقول ان ذاك افضل ليش ذاك افضل في الواقع الجواب ان الانسان الغربي في بعض الجوانب افضل من الانسان المسلم المسلم الحالي انا قاعد اتكلم وليس الانسان المسلم الحقيقي والا المسلم الحقيقي مثل ما راح نبين بعد شوي انه بمراحل افضل من الانسان الغربي والانسان الاوروبي. اذا اكو بعض الجوانب يتفوق فيها هذا الانسان الغربي في التعامل في التعاطي، ليش؟ ليش هذا التفوق؟ ليش هذا ال او هذه الافضليه في التعامل والتعاطي مع الاخرين؟ ليش؟ شوف ان ثقافه هذا الانسان ثقافه شوف قاعد نرجع مره ثانيه حق الثقافه. اكو بعض الامور تميز في هذا الانسان فانعكست في ثقافته في التعاطي مثل شنو؟ الانسان الغربي الاوروبي او الان غير على الاغلب على الاغلب والا طبعا نعم في حالات اخرى ايضا ما يكون تعاملهم تعامل افضل لكن على الاغلب يكون تعاملهم افضل لان هنالك بعض الثقافات اللي يتميز فيها هذا المجتمع على مجتمعاتنا. من ضمن هذه الامور ثقافه الثقه بالنفس. لما يكون عند الانسان ثقه في النفس ايش راح ينعكس على هذا الانسان؟ راح ينعكس على هذا الانسان ان هذا الانسان ما راح يحتاج ان يستعرض عضلاته ويستعرض بدراته ويستعرض انجازاته الانسان الذي لديه ثقه بالنفس هو هذا الانسان دائما تلاقيه يبادر الى العمل ولا يبادر الى الكلام متى ما شفت انسان يكون دائم الحديث عن نفسه ودائم الاستعراض للعضلات ودائم المحاوله لان يبرز نفسه بين الاخرين، ثق تمام الثقه ان هذا الانسان يعاني في جانب من جوانب الثقه بالنفس. في هذا الجانب على الاغلب نشوف الغرب لديهم تميز في هذا الجانب. ولذلك اتكلم عن تجربه ذهبت الى الغرب والظروف اقتضت ان اكون هناك فتره ست شهور لما كنت اتعاطى مع بعض الاشخاص المتخصصين وعلى سبيل المثال احدى الدكتورات كانت دكتوره جراحه كانت رئيسه قسم الجراحه في ذاك المستشفى لما كانت تتعامل معي وتتعاطى معي ما كانت تتعامل معي باستعلاء بالعكس كانت دائما تحاول ان تبين الاسباب اللي مثلا الانسان المريض يبحث عنها بينما للاسف تشوف البعض وان كان هو ليس حتى طبيب ولا جراح بل هو طالب علم ينقل أحد الأشخاص المؤمنين يقول هو كان في رحلة دراسة يقول كان معه أحد الطلبة من الجنسيات العربية هذا الطالب لأنه كان يدرس في كلية الطب قسم الجراحة كان هذا الإنسان دائما مزهو بنفسه فيقول مرة من المرات كان هذا الإنسان في تلك الدولة الغربية راكب في باص وسيلة من, من وسائل المواصلات العامة يقول فاذا به كان يلتقي مع احد الاشخاص يقول شافه كبير في السن فقاعد يتكلم وياه باستعلاء بعلو ان انا طالب في كليه الطب قسم الجراحه وان انا راح اصير وانا كذا وكذا ومنه مثل كذا وهذا الانسان قاعد يسمعه ويتناول معاه ويتداول معاه اطراف الحديث يقول لما انتهى الحديث ووصل هذا الشخص الكبير في السن الى المحطه اللي يبي ينزل فيها يقول سلم عليه واخرج من جيبه كرت قال تفضل وفي اي وقت تبي تعال راجعني لان انا رئيس قسم الجراحه في هذه الكليه اللي انت قاعد تدرس فيها هذا الانسان ذهل صعق انا طالب توني الان في السنه الثانيه او السنه الثالثه وقاعد اتكلم مع هذا بتعبيرنا قاعد اتفلسف عليه واذا به يكون هذا الانسان هو رئيس القسم شوفوا الفرق شوفوا الفرق في الثقافه هذا الانسان عنده ثقه بالنفس لاجل هذه الثقة بالنفس انعكس على هذا الانسان في تعامله وتعاطيه مع الاخرين، بينما ذاك الانسان ما عنده ثقة بالنفس انعكس من هذا الامر شنو؟ ان هذا الانسان يتعامل مع الاخرين باستعلاء. اذا يجب ايها الاحبه ان نراعي نشوف بعض الامور فعلا ندقق فيها ليش احنا قاعدين نتعامل؟ ليش لما انا اصير احيانا عندي شهادة، لما يكون انا مثلا دكتور أو طبيب أو مهندس أو 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 إلى آخره من هذه الشهادات العليا، ليش أنا قاعد أتعامل وأتعاطى مع الآخرين باستعلاء؟ لازم اكو جانب أنا قاعد أعاني فيه. إذا ما عندي ثقافة الثقة بالنفس. لما تنشئ ثقافة الثقة بالنفس أنا ما أحتاج أن أتعامل مع الآخرين بهذا الجانب. إذا في هذا الجانب الغربي قاعد يتميز على الإنسان المسلم، لكن اكو جوانب أخرى الإنسان المسلم أيضا يتفوق. فيها بمراحل على هذا الانسان الاوروبي مثلا قضيه التواصل والترابط الاجتماعي هذه من احد الامور اللي فعلا يجب ان نقف عندها الان الحين نستعرضها بشيء من الاجمال ان شاء الله بعد ذلك سواء في هذه الحلقه او في حلقات قادمه لازم نوقف عندها بشيء كبير من التفصيل فهذا الانسان المسلم شوف بهذه النقطه يتميز فيها عن الانسان غير المسلم وهي قضية التواصل الاجتماعي اللحمة الاجتماعية اللي تنعكس أيضا على تعامل الإنسان مع أبنائه مع أبناء عمه مع أصدقائه مع أقربائه هذه النقطة تشوف أنه غالبا ما تكون مفقودة في المجتمعات الغربية والمجتمعات الأوروبية ولذلك يحاولون يعوضونها بجوانب أخرى مثل تربية الحيوانات وغير هذه من الأمور ويتعاملون معهم كأنهم أبنائهم إذا الجواب على من الأفضل المسلم أو الغير, الغير المسلم يقول في بعض الجوانب المسلم أفضل، بعض الجوانب الإنسان الغربي أفضل، ولكن لازم نشوف شنو المرجع؟ شنو السبب في كون هذا الإنسان هو متميز على نظيره الآخر؟ نوقف الآن مع فاصل صغير إن شاء الله، وبعدها نعود لنستكمل هذا الحديث. إخواني المؤمنين وأخواتي المؤمنات بعد الفاصل كان كلامنا عن ثقافة الإنسان. الثقافة اللي مثل ما قلنا وعبرنا عنها بأن إيه هي العمل اللي قاعد يصدر من هذا الإنسان المنعكس من خلال الحصيلة الفكرية اللي موجودة عند هذا الإنسان. الحصيلة العقائدية، الحصيلة الثقافية النظرية، الحصيلة الأخلاقية وغير هذه من الأمور الفكرية اللي تنعكس على هذا الانسان وعلى فعل هذا الانسان في الخارج فمن هنا نفهم بان ثقافه الانسان او فعل الانسان في الخارج كل ما كان هذا الفعل او الثقافه الخارجيه لهذا الانسان كانت ثقافه جيده اذا الحصيله الفكريه الموجوده عند هذا الانسان هي حصيله جيده وبالعكس إذا هذا الإنسان كان الفعل اللي قاعد يصدر منه، العمل اللي قاعد يصدر منه، الموقف اللي قاعد يصدر منه في الخارج عمل كان سيء، معنى ذلك أن هذه الحصيلة الموجودة عند الإنسان ليست حصيلة جيدة. أو لو أو لم ترتقي لمستوى يخلي هذا العمل اللي قاعد يصدر من الإنسان في الخارج عمل متطابق مع هذه الثقافة، لأن البعض قد يكون عنده معرفة، عنده علم. لكن احنا مو قاعدين نتكلم فقط عن العلم. ما قاعدين نتكلم عن ان الانسان مثلا يعرف انه والله في روايات تتكلم عن الرفق، في روايات تتكلم عن الاخلاق، في روايات تتكلم عن التعامل و, و و الى اخره، لا. احنا نتكلم ان هذا الانسان عمله يتطابق مع هذه المعرفه. عمله يتطابق مع هذه الحصيله، هذا الامر المهم. هذا الامر اللي في غايه الاهميه. من هنا نيحق حق امر في غايه الاهميه. الاسلام شنو يبي من الانسان يصير؟ الانسان الاسلام شلون يبي العمل اللي يصدر من الانسان في الخارج شلون يكون؟ شنو هي إيه الحصيله الثقافيه اللي يبي الانسان اول شيء يعرفها بعد ذلك يطبقها في الخارج. مثل ما قلنا الله سبحانه وتعالى طبعا خلق الانسان لاجل هدف. حتى يكون هذا الانسان خليفه لله سبحانه وتعالى في الارض. اذا اللي يبي يكون خليفه لله سبحانه وتعالى في الارض لازم يتناسب فعله مع هذا المقام اللي هو راح يمثله اللي راح يأديه على ارض الواقع. وبالتالي الاسلام قاعد يهتم في جوانب كثيره في حياه الانسان. من هذه الجوانب ومن اهم هذه الجوانب هي الجوانب الاخلاقيه لهذا الانسان. يعني لازم الانسان اللي يبي يكون خليفه لله سبحانه وتعالى في الارض تكون اخلاقه اخلاق جيده. بل افضل الاخلاق ولا لا يعقل أن يكون هذا الإنسان سيء الخلق ويكون خليفة لله سبحانه وتعالى في الأرض ولذلك إحنا نعتقد بأن الأنبياء هم أكمل البشر في زمانهم ما يصير يكون الإنسان اللي يكون في هذه الوظيفة وفي هذا المقام يكون شنو هناك في شخص أفضل منه وأحسن منه هذا لا يعقل الله سبحانه وتعالى يختار وينتخب الأفضل ولذلك الإنسان اللي يكون خليفة لله سبحانه وتعالى في الأرض لازم أيضا أخلاقه تنعكس في الخارج وتبين بانه وصل الى المقام اللي من خلاله يكون هذا الانسان خليفه لله سبحانه وتعالى في الارض، خلونا ناخذ بعض الجوانب اللي ركز عليها الاسلام. بعض الجوانب المهمه اللي تكلم عنها سواء القرآن او الروايات الشريفه. مثلا الامر الاول اللي يحث عليه القرآن الكريم ويريده الاسلام ان يتطبق في الخارج ويطبق في الخارج وعدم التكبر على الاخرين الانسان اللي بيكون خليفه لله سبحانه وتعالى في الارض ما يتكبر على الاخرين لان مثل ما قلنا قبل شوي بان الانسان اللي عنده ثقه في النفس ما يتكبر على الاخرين هو ما يحتاج انه يتكبر على الاخرين لان التكبر على الاخرين هو ناشئ من عقده هذه العقده غير موجوده في الانسان اللي يكون شنو خليفه لله سبحانه وتعالى في الارض انا عندي دور مهم ابي اسويه ابي اديه على ارض الواقع فمن شنو انا اعاني شنو العقده اللي انا اعانيها انا عندي امكانيات الله سبحانه وتعالى اعطى لكل انسان في هذه الارض قدرة من القدرات أكو واحد عنده قدرة في البيان أكو واحد عنده قدرة في الكتابة أكو واحد عنده قدرة في الصوت أكو واحد عنده قدرة في الرسم و إلى آخر هذه من الأمور كل إنسان يجب أن يفتش في نفسه ويبحث عن الوسيلة المثلى اللي من خلالها أنا أؤدي الوظيفة الإلهية اللي الله سبحانه وتعالى يبيها مني فإذا أنا وجدت هذه الناحية وهذه الوظيفة وهذا الدور لازم أؤديه وبالتالي أنا أبتعد عن قضية العقد نستجير بالله سبحانه وتعالى ولذلك يؤكد القرآن مثلا يقول ولا تصعر خدك للناس ليش تصعر خدك للناس ليش تتعامل مع الناس باستعلاء لكن البعض للاسف هذا التعامل اللي قاعد يتعامله وبصريح العباره انا اقولها البعض احيانا من المؤمنين فقط لان هذا الانسان لان هذا الانسان دكتور مثلا او لان هذا الانسان طبيب او لان هذا الانسان مثلا مهندس او لان هذا الانسان عنده شهاده عليا هذا الانسان يتعامل مع الاخرين باستعلاء القران يقول لا تصعر خدك للناس بعد ولا تمشي في الارض مرحا على راحتك ليش خلاش تمشي في الارض ما راح انك لن تخرق الجبال طولا انت اصلا ما راح تبلغ مقدار الجبل اذا القضيه ان الانسان يزهو بنفسه الاولى ان الجبل يزهو بنفسه على شنو الانسان يشوف نفسه اذا يجب على الانسان ان لا يتعامل بتكبر باستعلاء مع الاخرين للاسف مثل ما قلنا ان البعض طبعا وانا كلامي مو كلامي عن ان والله اكو هذه وهذه حاله مما يؤسف ايضا حقه البعض لما يتعاطى مثلا مع الجنسيات المستضعفه مثلا من شرق اسيا او غيرها من الدول الفقيره هذا بعد حدث فلا حرج انا ما قاعد اتكلم عن هذا الجانب وان كان هذا الجانب يحتاج الى حلقات وحلقات لكن اتكلم عن تعامل المؤمنين مع المؤمنين المؤمن مع اخو المؤمن قاعد يتعامل باستعلاء وهذا الامر من هي عنا في القرآن الكريم في وصية لقمان إلى ابنه قاعد يعلمه يقول له لا تصعر خدك للناس لا تمشي في الأرض مرحا لا تعمل هذه الأمور السيئة لا تتكبر على الآخرين فإذا يجب على الإنسان أن يبتعد عن مثل هذه الأمور الأمر الآخر اللي أيضا القرآن الكريم يحاول أن يغرس هذا الأمر في الإنسان وأن يكون ثقافة عامة ثقافة عامة أيها الأحبة ثقافة عامة يعني شنو فعل موجود على أرض الواقع شنو هذا الامر؟ ان يكون الانسان متواضعا. ان يتواضع هذا الانسان، ولذلك شوف القرآن لما يتكلم عن المؤمنين يقول: اذلة على المؤمنين رحماء بينهم. نعم هم اشداء على الكفار، ولكن رحماء بينهم. يخاطب النبي في بعض الآيات يقول له: اخفض جناحك، ضع جناحك للذين امنوا، للمؤمنين. ولذلك النبي فعلا كان يكرس هذا الامر على ارض الواقع. مع انه نبي الامه افضل الانبياء والمرسلين لكن كان يتواضع، ما كان في احد اشد تواضعا من النبي صلى الله عليه واله وسلم. لازم الانسان يتواضع، حتى لو بلغ ما بلغ، بل بالعكس، الانسان كلما زاد علما، كلما زاد حصيله، كلما زاد معلومات، يكتشف ان انا اللي عندي ماكو ما ولا شيء. فيتواضع هذا الانسان. في قصه لاحد العلماء كان بحرا غزيرا في العلم. لكن هذا الانسان مع كل هذا العلم كان متواضع، شنو كان يسوي هذا الانسان؟ كان يدرس او كان يدرس طلبته ودرس جدا صعب ولكن بعد الدرس يقول لهم تعالوا معي خلونا نحضر جميعا الى درس اخلاقي. كان يكون تلميذ مع طلبته ويحضرون درس اخلاقي، هذا التواضع. هذا الإنسان المتواضع اللي فعلا يجسد التواضع على أرض الواقع فيجب على الإنسان أيها الأحبة أن يجسد هذه الأمور وأكو أمور كثيرة جدا يحاول أن يغرسها فينا القرآن والروايات إن شاء الله لعلنا نوفق إن شاء الله في حلقات قادمة أن نبينها من قبيل احترام الكبير من قبيل العطف على الصغير من قبيل أن يكون الإنسان بشوشا أن يسعى لتحصيل الأخوان المؤمنين أن يختار الأخوة المؤمنين وأن يكون هشا بشا وأن يتعامل معهم بأريحية بابتسامة وغير هذه من الأمور اللي إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا نتكلم عنها إن شاء الله في الحلقات القادمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إن شاء الله ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن تكون ثقافتنا إن شاء الله في الخارج متطابقة مع الحصيلة الفكرية اللي موجودة عندنا إن شاء الله نشوفكم على خير